مساء الخير. علبة التخزين 650 ملي بالغطاء الدائري، علبة مميزة قوي، فيها جزء شفاف عشان يبين محتويات العلبة. بقية العلبة جسمها خشن شوية. الغطاء الدائري هو محكم، وهنلاحظ ان هو ليه بروز في الجنبين. البروز ده لما باجي اقفلها بحطه في المكان ده بالظبط علشان تتقفل وتكون محكمة تماما. بقفلها بالشكل ده، اتاكد ان المكان اللي نازل ده نازل في المكان بتاعه، ومن الناحيه التانية نفس الشيء. العلبه دي ممكن احط فيها سوائل، وفي الاساس هي علبه تخزين. اقدر احط فيها كل البقوليات، شوفان، حمص، عدس، بقسماط بودره، كل البقوليات، مكسرات، سوداني، خلطه مثلا حشو القطايف. علبه مفيش غنى عنها ونازله باوفر حلو قوي.